بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بعد 5 سنوات من انقطاع عن المد التعليمي والمدارس، عادت هذه المدرسة واستطاع أهل القرية مع بالتعاون مع المجاهدين مع الناس من المناطق المحررة استطاعوا أن يعيدوا المدرسة إلى العمل، وكان هناك إقبال كبير من الناس في القرية من أجل الحفاظ على مصلحة أبنائهم. طبعا هذا ما سعى إليه بشار الأسد ونظامه في تهجيرنا وفي تجهيل وإنشاء جيل جاهل. هذا الأمر دأب وسعى إليه بشار الأسد ونظامه كثيرا. نعاني كثير من المشاكل، أولها مشكلة القصف والتدمير والتهجير، طيران يحلق باستمرار، هناك رعب وهناك خوف من قبل الطلاب ومن قبل الكادر، لكن بعون الله تعالى سنبقى وسنحاول أن نقدم وأن نعطي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله طبعا يعني الله من وراء القصد. إن شاء الله راح نكون على قدر المسؤولية ونقدم الذي يعني ما أمكننا أن نقدمه.